فصل في التعصيب. وكل ما بعد الفروض قد بقي فاحكم به لعاصب وأطلق. ومن يعصب نفسه إن ينفرد عن الفروض حاز كل ما وجد. وهم ذكور معنا ذات الولاء مرتبون أولا فأولا. كل امرئ لمن يليه يحجب، فالأقرب ابن فابن ابن فالأب. فجده في رتبة الأخوة، وقدموا شقيقه للقوة. فمن أب فابن الشقيق قد وجب تقديمه على ابن من أدلى بأب. فعمه شقيقه فمن أبي، فابن الشقيق فابن عم للأبي. فمعتق فسائر الموالي مرتبين ثم بيت المال. وكل أنثى ذات نصف كفها شقيقها ونال معها ضعفها. وأخته لغير أم إن أتت مع ابنة أو بنت ابن عصبت. وابن الأخ المدلي له بغير أم، وعاصب المولى وعم وابن عم. كل امرئ من هؤلاء الأربعة ورثه دون أخته ولو معه.